عاشت القديسة بربارة بمدينة بعلبك حوالي سنة 300 ميلاديا على أيام الملك الشرير ماكسيميانوس. كانت بربارة فائقة الجمال، وكان أبوها فخورا بها وبنى لها برجا عاليا واحتجزها فيه. وعاشت بربارة في البرج لا تعرف شيئا عن الله، وأصبحت تشك بإيمانها بها وعبادته للأصنام، وبدأت تبحث عن الله الحقيقي. أخبرتها الخادمة التي كانت مسيحية بالسر عن الإله الذي خلق العالم وعن ابنه المخلص يسوع المسيح، وآمنت بربارة واعتنقت المسيحية. تقدم لبربارة العديد من الشبان لطلب يدها من أبيها، ولكن يا بنيتي أنت فتاة جميلة وقد تقدم إليك العديد من الشبان الأغنياء، لماذا ترفضينه؟ هذا الموضوع لا يهمني، أريد أن أبقى عزباء لأني خطبت نفسي إلى عريس سماوي ليس له مثيل على الأرض. قرر أبوها أن يبني لها غرفة في البرج. يا أيها العامل. نعم يا سيدي. أريد بناء غرفة في البرج، وهاك النقود وهي كفيلة لإتمام العمل أثناء سفري. ذهبت بربارة لتلقي نظرة على الغرفة التي يريد أبوها أن يبنيها لها، حيث لا يوجد فيها إلا نافذتين فقط. لماذا لا تضيفون نافذة ثالثة بالغرفة؟ هكذا أراد والدك. أضيف نافذة أخرى، وإذا اعترض والدي أنا سأتولى الأمر. وعندما عاد أبوها من السفر، لماذا أضفتم نافذة ثالثة؟ هكذا أرادت بربارة. بربارة! يا بربارة! نعم يا والدي. لماذا أضفتم نافذة ثالثة؟ لأن هكذا أجمل. ولماذا هكذا أجمل؟ لأن النور الذي يدخل من النوافذ الثلاثة ينير كل إنسان. ماذا تقصدين؟ أقصد النوافذ الثلاثة ترمز إلى الآب والابن والروح القدس الذي ينير كل إنسان. ألا تعبدين آلهتنا؟ هربت بربارة من أبيها واختبأت بمغارة داخل الجبل، وجاء بعض الرعاة وطلبت منهم القليل من القمح، لذلك في تذكارها نأكل القمح. وبعد فترة عثر عليها أبوها وأخذها للحاكم مرقيانوس. يا مولاي ابنتي، إنها لا تعبد آلهتنا، إنها تعبد ذاك الذي يدعى يسوع المسيح، لا ترحمها. أنت فتاة جميلة، سأسامحك إذا ركعت أمام آلهتنا، وإلا سأعذبك وأقتلك. آلهتكم، آلهتكم من حجارة لا تحرك ساكنا، وأنا لا أرجع إلا ليسوع المسيح الذي ضحى بنفسه وخلصنا من خطايانا. ما هذا الكلام؟ أيها الجنود خذوها إلى السجن وعذبوها. أخذ الجنود بربارة إلى السجن وعذبوها حتى سالت دماؤها. وفجأة وفي منتصف الليل يملأ الضوء السجن وتسمع صوتا قويا. لا تخافي يا بربارة، كوني قوية واثبتي في إيمانك، وأنا سأكون معك وأحميك. المجد، المجد لاسم الله، أنا أيضا يجب أن أضحي من أجل اسم المسيح. ويطلب الحاكم من جنوده أن يحضروا بربارة ويولياني. رأيت يا بربارة كيف شفتك آلهتنا؟ هذا يسوع المسيح مخلصي، ربي وإلهي، هو الذي شفاني وهو يرانا ويرعانا، وليس مثلك ومثل آلهتك العمياء لا تقشعون الخطيئة. أيها الجنود عروها وعذبوها ودعوها تمشي من دون ثياب بكل شوارع المدينة. يا رب السماء لا تتركهم يهزؤون بنا. يا رب لا تتركنا لوحدنا ولا تبعد عنا روحك القدوس. استجاب الله لصلوات بربارة ويولياني، وأرسل الملائكة التي ألبستهم ثيابا بيضاء.
وقرر الحاكم أن يقتل بربارة ويولياني، وقام الجلاد بقطع رأس يولياني. يا مولاي، سوف أقطع رأسها بنفسي. وهكذا استشهدت القديسة بربارة، وعرفت قصتها جميع الأجيال، وتعلمنا منها كيف نحب المسيح كما أحببته هي. وأما الأب